افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث الركن الأخضر المتفرع عن المركز، وذلك في مدينة المحرق بمملكة البحرين، وذلك ضمن مشروع ثقافي مشترك في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث إن الركن الأخضر سيشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الثقافية في مدينة المحرق، وهو يشكل نموذجا مميزا للحداثة في مدينة قديمة تحمل في عمارتها المعمار الحديث الذي ينسجم مع المشهد العمراني للمدينة، متوجهة بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي دعمت المشروع ضمن عام الاحتفاء بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. من جهتها قالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، يعبر هذا المشروع عن العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في ظل خصوصية العلاقات المستندة إلى روابط راسخة وتاريخ مشترك مع وحدة المصالح والتعاون البناء لما فيه خير الشعبين الشقيقين. بدوره أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى البحرين عن سعادته بافتتاح مبنى الركن الأخضر في مدينة المحرق بعد ترميمه وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين. في هذا اليوم يفتتح الركن الأخضر، وهو المشروع الثاني الذي جاء بدعم دولة الإمارات العربية الشقيقة لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث في المحرق، المدينة العريقة التي سعدت بهذا التعاون الجميل في عام المرحوم زايد الذي امتد خيره لكل الخليج. كلنا أمل أن تمتد هذه المشاريع إلى قلب المدن العريقة لكي تكون شاهداً على حضارتنا، على تمسكنا بهذه المواقع التي هي الأصالة وهي ما يميز هذا البلد الجميل. هذا كان أحد مشاريع التي اخترناها لعام زايد، الركن الأخضر طبعا امتدادا أيضا لسيرة الشيخ زايد في حبه للخضار، في حبه للحياة والاستدامة في نفس الوقت. هذا المركز أو هذا الركن سيكون ركن للاستدامة، ستكون هناك مشاريع